ها؟ نعم لا إشكال، لا إثم عليه، لأن لا إثم عليه، كلها واردة. نعم قد ذكرنا هذا، بدأت به أنا. سلام هي حتى في ظلمات ثلاث، الحمل يكون في ظلمة المشيمة، والمشيمة في داخل الرحم، والرحم في داخل البطن. نعم. شيخ سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا في ليلة القدر، لم نصل إليها. سلام هي معناها هذه الليلة هي سلام وأمن، وليس فيها برد ولا حر ولا ما يخاف. أو سلام هي معناه تسليم، كلها الملائكة يسلمون فيها على المؤمنين حتى مطلع الفجر. نعم. اسم هذه السورة، وهي من فواتح السور التي لا يسأل عنها من المتشابه. ها؟ من هو؟ لا 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 لا، شخص آخر في خلاف هل هو نبي أم لا، لا إعراب لها. هذا السرد. العلة في الاغتسال بالماء البارد. ها؟ الماء البارد لماذا؟ ما أسمع. العلة في الاغتسال بالماء البارد، هل أركض برجلك هذا مصحب؟ هو للدواء، وهو أكثر تنظيفا وطهارة، ولذلك في دعاء الاستفتاح في الصلاة: واغسلني بالماء والثلج والبرد، ونقني من الخطايا كما ينقى. كذلك في الأموات: اغسلني من اغسله من الخطايا كما ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسله بالماء والثلج والبرد. نعم.